بناتي اش خاصكم وديك الحنان ما كاينش. تقهرنا بالعصا تقهرنا ما كذبش عليك، كانت كتحيد لينا حوايجنا والله شاهد علي الا زدت عليها كلمه واحده، الله شاهد عليك كانت كتحيد لينا حوايجنا وكانت كتضربنا كتقول باش ما بغاتناش نعيشوا معاها. عشت اني عشنا اني نص قلبك مع ماماك ونص قلبك الاخر مع الاب ديالك. بغيت نعيش حياه مستقره، انا عييت من عييت من هادشي كله، انا باقي دريه صغيره باغا نعيش حياه مستقره وبغيت نبقاش في بغيت المشاكل. انا الامنيه ديالي هو يكون عندي تليفون. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى، كنتواجدوا في منطقة الدروة نواحي الضل البيضاء في قصة المتني بشكل كبير. هذه القصة تناولها الأخ مصطفى اللي هو مراسل في مغارب نيوز في الفيسبوك. لفت انتباه ديالي واحد الشق جاني غريب ديال غزلان. غزلان شابة طموحة عندها دابا 17 سنة تتقرا في القسم الثالث مع الأطفال. أنا كنطرح علامة استفهام، مسألة غريبة، ما عندها التمارضية صحيحة وكتقرأ في القسم الثالث مع الأطفال، لماذا؟ شوفوا معي الموضوع أختي حكيمة، غادي تعودي لي القصة ديالك الأولى بعدا مع الزوج ومع الوليدات، وأنا هنا غادي نشوفوا الغرابة ديال غزلان. السلام عليكم، انا يا ماما غزلان، انا كنت مجوجه مع هذا السيد 14 عام ديال الزواج. صافي جا واحد النهار كتاب ما كملناش، صافي بقاو لي انا الوليدات. صافي تكرفست انا وياه بزاف، يعني ما كيحترمش الوليدات كاع بصفه نهائيه. كنكونوا خدامين فواحد البلاصه كيهز ما كيقولش راه الوليدات كيقراو ولا شي حاجه، كيهزنا ثاني وكيحولنا لبلاصه اخرى، والدريه ما كتكملش قرايتها وكيعاود لها ثاني من الزيرو من التحضيري. انا غنوصل للموضوع ديال البنيه، اجي تعاودي لي عليه، شنو الخدمه اللي كنتو كتخدموا؟ علاش كتنتقلوا بين المدن؟ شنو المعاناه اللي عانيتي في ديك 14 عام؟ عانيت مع معاناة كبيرة بزاف. أنا من تزوجت به ما كناش مستقرة أنا وياه، كل مرة كنتحول البلاصة، كنا كنخدمو في الفيرمات، كنا كنقابلو البهايم، كنخدمو في الكويرة، كل مرة كنتنقلو البلاصة، يعني ما مستقراش أنا وياه. ما تكرفست أنا وياه بزاف، هو كرفصني أنا بزاف، ما كانش مزقي في أي بلاصة، كنخدمو أنا شوية كيعاود يحولنا لبلاصة أخرى. كنديو معكم الدراري؟ كنديو معنا الوليدات، لدرجة أنا يا ولادي كنت كان بنتي الصغيرة كنت كنحطها، كانت عندي سنة صغيرة ومن وراها راين، كنت كنحطها في المجور باش كنت كنحلب معاها أنايا دوك البقار وداك الشيء، وما كنتش عارفة أنا أصلا كنت صغيرة بزاف. أنا بنتي ولدت على 16 عام، أنا تزوجت به بنت 13 عام. فتزوجت به أنا ما عنديش أمي، تزوجت به أنا ما كنتش عارفة، يعني متكرفست معاه بزاف. صافي ما كتابش نكمل انا وياه، قهرني بزاف كنشوف ولادي يدمروا معاه، ما مزقيش. ملي كنقول لي الوليدات خاصنا نزقاو في بلاصه واحده باش الولاد يقراو، كيقول لك انا قريت تعيت شنو درت بقرايتي، يعني ما عندوش غرض في الولاد يقراو. شنو دابا هو قرا تاعيا فاش اشنو قرا شنو كيدير هو بالضبط من غير هاد الفيرمات؟ فقيه هو نيه. فقيه حامل كتاب الله؟ حامل كتاب، كيصلي بالناس؟ كيصلي بالناس وفقيه، قاري 60 حزب، ولكن ما شتش منه وانا هذيك، ما محتارمش الوليدات. يعني شوف البنت دابا عندها 17 عام وما قراتش، الاخرى حتى هي عندها 14 عام ما قراش، الدري عنده 10 سنين دابا تو ما قاريش. صافي وسمح لي فيهم، دابا انا كنتعذب مع ولادي. واش مشى دار هو؟ مشى تزوج، هو تجوز صافي وخلاهم، قال لك ما تجيش عندي. ملي كنمشي عنده على قبل المصروف ولا الصير ديال الاولاد كيقول لك ما تجيش عندي، كيقول لك ما تجيش عندي بصفه نهائيه، ما نشوفكش قدامي. ولادو ناكرهم، كيقول الناس انا ما عنديش ولاد. وياك حافظ 60 حزب؟ حافظ 60 حزب، ولكن ما دايرش بداك 60 حزب. تشوفوا دابا تقول ما قاريش، ولكن هو راه قاري وكيصلي، ما عمر الصلاه ما قطعها، ولكني ما كيعرفش ولادو بالدرهم، ما كيعرفش بولادو. انا كنون من هنا الا كان كيشوفني يخرج يواجهني ويقول لي راكي كتكذبي، ولادو راه الدري عنده 17 عام والاخر عنده 14 عام ما كيعرفهمش الصنداله ديك الاخرى. شحال ديال الاولاد عندك معاه؟ ثلاثه. هادي تعاودي ليا، هذا هو السبب اللي لفت انتباه ديالي في الموضوع. غزلان دابا عندها 17 وكتقرا تنقولوا التحضيري ابتدائي الاول ابتدائي الثاني القسم الثالث، تتقرا الثالث شحال مره عاودت الثالث؟ هي كتمشي وكتدوز مع الاطفال بزاف
بزاف بزاف. انا مني كنت انا مشيت واحد مره بغيت نهز الانتقال ديالها من واحد المدرسه باش نحولها تقرا، قسم انا بالله الاستاذ ديالها تبعني طلع على برا وكيبكي وكيقول لي شوف اختي حكيمه غزلان ما تضيعيهاش من القرايه، غزل راه عندها واحد الطموح كبير باغا تقرا، ولكن انا ما لقيتش لها الجهد، هو اللي ضيعها. ما مني انا اخا كنعاود لها ما بقاتش هي تعقدت لي من المدرسه حيت هي كبيره وكتمشي مع الدراري صغار، ما بقاتش بغات تقرا ليا. دابا بيني وبين كانها بالعقل، دابا السن ديالها في 17 سنه وتقرا في القسم الثالث احمد اكل تفاحه، كي غادي نديروا لها هادشي؟ الدري راه النضج ديالها تبارك الله ما يكفي، خصها وصلت ل 17 سنه، شحال من مره وهي كتعاود تمشي تقرا مع الاطفال؟ بزاف بزاف ديال المرات انا هي ما نعقل بزاف عناتي بزاف بزاف. يعني ملي طلقت انا وباها فاش كنت انا وياه في المسيره ديال الطلاق، حيت عام وانا كنمشي ونجي انا وياه، كانت هي اللي خليت لها الوليد عنده 8 اشهر، هي اللي كانت مقابله لينا وانا كنمشي نخدم وهي اللي كانت مقابله ليا خوتها بزاف، باقا صغيره وهي اللي كتقابل خوتها، كتعجن وكتطيب وكتصبن وهي اللي كانت مقابله ليا خوتها. كاينه حتى حاجه اخرى هو انه رغم هذه المعاناه وكبرات ولا زالت تقاوم باغا تقرا. باغا تقرا، عندها واحد الطموح كبير باغا تقرا بزاف. اي حاجه ابسط الحوايج كتقول لك دمرتوني انا بغيت نقرا وانتم اللي دمرتوني. دابا تجبد لها القرايه كتبقى تبكي. غير جبد لها القرايه كتبدا تبكي، هي كتلومني انا وانا كنلوم باها حيت باها اللي ضيعها. انا ما جهدي عليهم والو، انا الحاجه الوحيده اللي قادره ندير هي جايه معاهم دابا، واخا بالجوع واخا بالعرى واخا باي حاجه جايه معاهم، ما نقدرش ندير كما دار هو نفرط في ولادي، يعني هو تخلى عليهم انا ما نقدرش نتخلى عليهم. ساكنه دابا انت؟ انا ساكنه هنايا كاريه. شحال كاريه؟ كنت كاريه ب 24، السيده مني شافت الظروف ديالي وداك الشيء حيدت لي 4000 خلات لي 20، دابا من شهر 8 ما مخلصاهاش. كتسالك؟ كتسالني. طيب انا ما كاين لا فراش تلفازه ما عندكم؟ ما عنديش تلفازه، كانت عندي وتحرقات ليا. مشاهدينا الكرام، لتنور الراي العام اكثر في الموضوع، هي الام كتبكي وتا البنت كتبكي. انا غادي نشوف، غادي نقول الحريره والله العظيم الا تيألم هادشي. اختي غزلان كتبكي. انا بعدا كنشكرك على هاد الرغبه وهاد القوه اللي عندك، واخا هو سؤال موضوعي وقوي في الموضوع، كيفاش كنتي كتقراي مع الاطفال؟ كي كديري وانت تبارك الله كبرتي وبصحيحتك ما عندك الحمد لله حتى مرض وكتمشي كتقراي مع الاطفال، كيفاش كيفاش كنتي كتقاومي باش توصلي لذاك الهدف ديالك؟ انا كنت عندي الرغبه باغا نقرا بزاف، انا عزيزه عليا القرايه وكان داخله ليا راسي بزاف القرايه، ولكن كنت انا في اللاج ديالي كبيره في السن، كنت داخله القسم الثالث مع دراري صغار، الدراري يعني تكون في عمرهم 8 سنين 9 سنين وانت كبيره، انا في عمرك 14 عام، وكدو يعني وكانوا في ديك المدرسه كيكون يعني السادس يعني بنات كبار، يعني من غير انك انت كتدخلي القسم ديال الدراري الصغار كتعرضي للتنمر تما من دوك الدراري الكبار تما، كيبقاو يضحكوا عليك كيقول لك انت داخله القسم ماشي بلاصتك، هذيك كتحطمي وما كتبقايش كتركزي حتى في القرايه ديالك، هذه اللي عقدتني انا وخرجت من المدرسه. يعني بقيتي كتقراي تما حتى وصلتي 14 عام، 14 عام وانت كتمشي تقراي مع الاطفال مع ديال 8 سنين و 9 سنين. يعني هذيك قسم الثالث راه فيه غير الدراري الصغار وفيه كتوبه، يعني عقليه صغيره وانت عقليتك كبيره يعني، وكتدخلي تقراي تما. يعني اللي فهمت انا هو هاد المخلفات اللي خلى الاب ما تيخليكمش تكملوا العام، والمدرسة كتقول لك ما كملتيش العام يمكنش نشوفك واش نجحتي القسم اخر، كتعاود معاك من فين اخر قسم قريتي. شحال مرة عاودتي الثالث؟ ملي كتنتقلي بين بلاصة لبلاصة مدينة لمدينة؟ بزاف ديال المرات، حتى كرهت المدرسة، وخا انا باغا نقرا عندي ذاك الطموح ديال القراية، ولكن بقوة انك كتعاودي ذاك نفس المستوى مرضت وصافي ما بقيتش بغيت نمشي كاع المدرسة ودرت بالناقص وجلست في الدار، قلت الله صافي داك الشيء اللي تعلمت داك الشوية اللي تعلم صافي ما مكتبش لك، دخلي غزلة راسك ما مكتبش لك تكمل قرايتك وصافي، وخا انا كنت كنقول
باغي نخرج شي حاجه اقسم لك بالله نخرج ونعاونت انا ماما بقرايتي ونكون مشيت انا لشي خدمه بقرايتي بمستواي ديالي انايا، ولكن قلت صافي ما مكتبش لك تكمل قرايتك. خرجت من القرايه وجلست في الدار. الحمد لله على كل حال. دمرت يا غيزم. يعني وليت جالسه في الدار بحال شي ربه بيت. مشاهدينا الكرام، ربي شاهد على هادشي اللي نقول. مني جاي انا في الطريق لعند هاد الناس، جاي معايا مصطفى وتيعاود لي على القصه وبدا كيبكي في هاد الكلام ديال هاد البنت. هو كيبكي عاوتاني. هاكا مصطفى هاكا، قولي كيفاش حسيتي في الفيديو اللايف اللي دوزتي؟ نكونوا صرحاء مع الراي العام، عارفين. هاكا قولي كيفاش حسيتي بهاد البنيه؟ اول حاجه صراحه كنشكر الزميل ديالنا يوسف اللي معروف عبر قناه مغارب نيوز وعبر التراب الوطني بالمصداقيه ديالو، ما كنزكيوش ولا كنرميوه بالورود، ولكن الحق يقال. الرجل الا ما بانتش شي قضيه اللي هي تستحق المتابعه ما كيجيش لها بتاتا. مجرد ما الزميل يوسف يعني ملي شاف المساله ديال هذه الاسره، اللي انا صراحه حيت القصه اللي ما عشتيهاش انت وحسيتيها انت وبكيتي مع انت، فلا يعقل انك تدوز كما كنقولوا على المشاهد المغربي انك تحاول انك تستغبيه بتاتا. هاد الاسره زميلي يوسف صراحه الاسره اللي كتستحق. علاش انا اللي بكاني هو واحد الكلمه راه ما قالتهاش غزلان، هي انه كتعاود انها كانت الامنيه ديالها، كانت الامنيه ديالها ان لدرجة انها مشات عند شي جاره ديالها وقالت لها، قالت لها طلباتها، قالت لها قولي لبنتك تعطيني طابلي تعال نلبسها. يعني سي مصطفى لك شرح الواضحات من المفضحات. اعطيني قولي لي اللي بغيتي، انا معاك انا معاك. فقر المعاناة ديال الأم تبارك الله كبرتي الله يسترك، تقدر تكون هدية فاتحة خير عليكم وعلى العائلة، وأنا معاك وغادي نتناولوا الموضوع أنا وياك والسي مصطفى إن شاء الله اللي تا هو قلبه حنين وطيب وحس بالمأساة ديالكم. قولي لي شنو اللي تتمناي أنت؟ أنا معاك. حنا من غير ما قريناش أنا وخوتي دوزنا بزاف ديال المشاكل في حياتنا. أنا ماعش كد الطفولة ديالي كالدريات ما كانوش عندي صحابات انايا. انا فاش تخلانا طلقات ما كتبش ماما وبابا يكملوا حياتهم طلقوا. عشت اني عشنا اني نص قلبك مع ماماك ونص قلبك الاخر مع الاب ديالك. عشنا مع بابا تاو تجوج الله يسهل عليه، ولكن تجوج بواحد المراه اللي ما دارتناش بحال ولادها. هي كبيره وما كتولدش، ولكن ما دارتناش بحال ولادها، تكرفصنا في حياتنا بزاف يعني. معاها كانت كتضربنا، ما كانتش كتعطينا الماكله ديالها الماكله ديالنا في الوقت، يعني وقت ما كلينا ما كتسوقش لينا، ما تقدر تقول لنا ما تغسلوش، ما مسوقاش لينا. كذلك بابا حتى هو فاش تجوج ما بقاش كيديها فينا، ما كيقولش لينا بناتي اش خاصكم، وديك الحنان ما كاينش. وحنا كنا ما كانش كيخلينا ندوو حتى مع ماما، ما كانش كيخلينا ندوو معاها. حنا كنتوحشوها بزاف وما كانش كيخلينا ندوو معاها. انا كنقول ليه بابا، انا قلت ليه بابا توحشت ماما، كيقول لي الا بغيتي ماما غتمشي عندها ما تبقايش تسولي فيا انا. كنقول ليه لا راه انت بابا وهي ماما، راه انتما بجوج عزاز علينا. كيقول لك لا بغيتيها تسيري معاها ما بقيتيش غتسمعي انا صوتي. صافي فاش تعدى علينا ما مرتو وتكرفسنا بزاف، تقهرنا بالعصا، تقهرنا ما نكذبش عليك، كانت كتحيد لينا حوايجنا والله شاهد عليا لزت على كلمه واحده، الله شاهد عليا كانت كتحيد لينا حوايجنا وكانت كتضربنا، كتقول باش ما بغاتناش نعيشوا معاها. بارك عليك. انا قولي لي غير الطلب ديالك وهذا الكلام اللي قلتي لي غادي نشوفه مع الام. قولي شنو الطلب اللي بغيتي انت اللي كتمناه؟ انا الامنيه ديالي هو يكون عندي تليفون. انا ما عمر كان عندي تليفون، يعني كاع الدريات كيكون عندهم تليفون باش يتلاهاو شي حاجه، انا ما عنديش تليفون. تمنيت يكون عندي تليفون كيما بغى يكون.
بغيت نعيش حياة مستقرة. أنا عييت من هذا الشيء كله. أنا باقا درية صغيرة باغا نعيش حياة مستقرة، بغيت نبقاش في بغيت المشاكل في حياتي. الله يسترك بنتي، هادشي اللي نقول لك. هاد الشويه اللي قالت لي ديال المعاناه كنتي كتصيفطيهم عند باهم يشوفوا شويه وكيتعرضوا لهادشي؟ من حقهم يشوفوا باهم، ماشي عادي كنصيفطهم عنده، ولكن مرت باهم كتعنفهم بزاف. مابقيتيش كتصيفطيهم؟ ها؟ مابقيتيش كتصيفط؟ لا، ما اصلا هما مابقاوش بغاو يمشيو، تقول لها دابا يلا عند باباك ما تبغيش، واصلا هو ما يحلش عليهم الباب. مشيت شحال من مره عنده، غير ديك السيمانه اللي فاتت مشيت عنده قال لي ما تجيش عندي، ما كنعرفكمش ما تجيش عندي. واش كتعيشي انت؟ انا كنعيش مكرفسه بزاف، بعض المرات كناكل وبعض المرات ما كناكلوش، كل مره كنخربق شي حاجه بحال هكا، كنطلب الناس بحال وجهك كل مره وكيفاش كنعيش؟ كنعيش معذبه، وهو ما حسش بولادو، ما رحمهمش وما حسش بيهم. شتي انا ملي قلتي لي كنمشي لعندو في السيمانه بهذا الشيء كامل، والله ما خليتي ليه فين نزيد، والله العظيم. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا قصة كتألم، شابة لا طموح، تحلل وناقش، 17 سنة حاليا، قربت ل 18، في 14 سنة وكانت كتقرا مع الأطفال. هذا شق مهم مطروح، مخلفات بعض القرارات العشوائية ديال الأب، وهي صعبة بشكل كبير، وهي لها طموح أنه تقرا. أعطيتها سؤال، قلت لها شي حاجة اللي كتمناي، وهما مساكن الخبزة ما عندهمش، قلت لها بغيتها لهنا. كتقول لك لهنا شابة عندها 17 عام، تفسيرها يعني الدري داكشي اللي تحملات لا إله إلا الله، هاد المنزل اللي حنا فيه أمنيتهم تكون عندهم هاد التلفازة ما تيشوفوهاش، ما عندهمش، عندهم هاد الحصيرة جالسين فيها. مصطفى دوز لايف بكا بدارجة المغربية، ملي الأم باش ختمت مازالت كتمشي تال عنده، ما بغاتش تدفع النفقة، ما بغاتش تديه باش تبقى سمعة طيبة مع ولادها، واخا القانون تعطيها هذا الحق، ولكن هي شافت أمور أخرى. كتقول غير ساعدني على الأولاد، سمعتوا الجواب ديالها، كنطلبوا الله عز وجل وجه المغاربة أننا ندخلوا الفرحة والسرور لهذه العائلة. غادي نوضع رقم الهاتف ديال الأم، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، عائلة فيها أم هز هاد الجبل كامل، ما عندهم حتى حاجه في هاد الدار، حصيره وهاد البنيتات خبزه مسكينه ما عندهاش. قلت لها كنطلب الناس بحال وجهك، النداء ديالنا للجول المغاربه، كل من ساعد فهاد الاجر اجره محسوم عند الله عز وجل. الى كتب ربي غادي نبقاو متبعين هاد الملف، انا رفقه الزميل مصطفى، ونشوفوا اخر مستجدات في الحياه ديالهم. الثقه ديالنا في الله وفي المغاربه يساعدوا هاد العائله. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.